السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يلا يا ولد سكها يا الربع، ذكر الله يا الربع. الحوارة هذه بتصبح بكرة مفروضة بكرة تهجين باكستان، أمها باكستانية والحوارة أبوها قعود أوضح موجود منتج موجود، مات الله يعوضه بخير، لكن صورته موجودة ورعيه موجود. الحوارة ذي لو تشوف أختها من الفحل على مستوى، فما بالك بالحوارة ذي تبارك الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، باكستانية تهجي. تواصل مركز سنيم بن شالح وشريكه 0538809. شوف الحوارة تبارك الله طفاح، خلها تمشي لوحدها مع جنبه. ذكر الله يا رب، صلوا على رسول الله. حسب انظري وانظري ان شاء الله ما يخيب دائم، الحوار ذي لها مستقبل باذن الله سبحانه وتعالى.